إنه الصيف وها هي قد أزهرت زنابق الماء. لابد أن صورة هذه البركة المحاطة بالرياحين هي أكثر المشاهد اعتياداً في بيت تشابيث. إن هذا التصميم المغلق عن الخارج والذي يضم فناءً مركزياً به بركة هو نموذج يظهر كثيراً في قصور الحمراء، كما يظهر في الكثير من بيوت بني الأحمر أو الموريسكيين التي لا تزال قائمة في غرناطة. يمكن زيارة بعض هذه البيوت ضمن مسار بطاقة الدوبلي الذهبي. موقعها في البيازين، وهو حي بارز أعلنته اليونسكو إلى جانب المجمع الحمراء الأثري وجنات العريف تراثاً للإنسانية. من بين كل البيوت يعد بيت تشابيث هو الأكبر والأكثر تمثيلاً. بيت تشابيث، مدرسة الدراسات العربية. يشغل بيت تشابيث قطعة أرض مساحتها 6076 متراً، تقطع على نفس الناصية التي تشكلها عقبة تشابيث وطريق الساكرامونتي. يتكون البناء من فناءين أو مجمعين سكنيين يتشاركان الممر الواقع بينهما. يتماشى المجمع الأكبر كثيراً مع الطراز المعماري المستخدم في الدور الكبيرة وقصور بني الأحمر. فناء مستطيل بقاعات رئيسية بطول أضلاعه الصغرى تقود إليه نوافذ ذات أقواس معلقة على أعمدة، وبركة عظيمة شديدة الطول في الوسط. بني المجمع الأصغر بخصائص بناء وتزيين مساكن الموريسكيين الغرناطيين. يتكون من طابقين متشابهي التوزيع، ومبنية حول فناء به بركة صغيرة، وممرات اتصال في الطابق العلوي على دهاليز ذات عوارض خشبية كبيرة. يعود أول توثيق للبيت لعام 1525، ويذكر فيه أن البيت كان ملك الموريسكي إرناندو لوبيث الفيري. سيرث ابنه خوان بعد وفاته الفناء الأصغر، ويحصل صهره لورينتو تشابيث على الأكبر، ومنذ وقتها يسمى البيت باسمه. بعد تمرد عام 1568 استولى فيليب الثاني على كل أملاك الموريسكيين في مملكة غرناطة، ومن بينها بيت تشابيث، لكن إهمال صيانته عنا بداية تدهوره، وبهذه الطريقة أصبح البيت في أواسط القرن الثامن عشر شبه أطلال. لحسن الحظ أثار البيت في بدايات القرن التاسع عشر اهتمام المسافرين الرومانسيين الذين وصلوا إلى غرناطة، ونشرت رسوماتهم القيمة الفنية لبيت تشابيث التي لا يزال يحتفظ بها، وبدأت في إثارة اهتمام الباحثين ومؤرخي الفن. وحفز الاهتمام به والمحافظة عليه إعلانه تراثاً معمارياً فنياً عام 1919، وبعد 10 سنوات امتلكت الدولة البيت بأموال من تذاكر دخول قصر الحمراء، وأدار السيد ليوبولدو توريس بالباس الذي كان حينها المعماري المسؤول عن صيانة قصر الحمراء أعمال الترميم لتكييفه للاستخدام الجديد الذي خصص لأجله مقراً لمدرسة الدراسات العربية. في 30 مايو أيار عام 1932 افتتحت المدرسة بحضور مسؤولين محليين ووطنيين وأعضاء الحماية الإسبانية في المغرب. بعد الإصلاح المثالي للبيت أصبحت تبدو بصورة مجددة، وكأن قروناً من الهجران لم تمر عليها. كانت تبدأ محلة جديدة بدأت فيها أنشطة تعليمية وبحثية بهدف حماية وتعزيز مجالات الدراسات العربية في الإسبانية، بتكريس اهتمام خاص إلى الدراسات المتعلقة بشمال المغرب. بعد الحرب الأهلية الإسبانية انتقلت إدارة المدرسة مباشرة إلى المجلس الأعلى للبحث العلمي حديث الإنشاء. حالياً أصبحت مدرسة الدراسات العربية معهداً للأبحاث والتدريب والنشر لمجموعتين بحثيتين. مختبر آثار وعمارة المدينة هو الأحدث إنشاءً، يقع مقره في الكارمن دي لوس مينيموس، وهو مبنى قريب حديث البناء افتتح عام 2007. تشمل مجالات عمله موضوعات ذات صلة بالآثار وتاريخ العمران والعمارة الإسلامية،
خطوط بحثه الرئيسية هي عمارة العصور الوسطى والعمارة الأندلسية وصيانة وترميم التراث الفني. في بيت تشابيث يقع مقر مجموعة فقه اللغة والتاريخ والنقد النصي. تتناول أبحاثها موضوعات ذات صلة بدراسة الثقافة والحضارة الإسلامية من خلال مظاهرها المكتوبة، وتولي اهتماماً خاصاً بالأندلس. وهنا تجرى دراسات لغوية في التاريخ والقانون وعلم النقوش واللغة العربية والمجتمع. تعد خدمات المكتبة وأرشيف المدرسة خدمات لا غنى عنها للنشاط البحثي للمركز. يدور محتوى مجموعاتها المطبوعة والإلكترونية حول الدراسات العربية والإسلامية باهتمام خاص بالأندلس، ويجدر بالذكر مجموعة المخطوطات بها وصندوقها القديم للقرون من 16 إلى 19. تقدم المكتبة خدماتها للباحثين والأساتذة والطلاب الجامعيين من خلال أدوات متخصصة لاستشارة الفهارس والبحوث الببلوغرافية في قواعد البيانات وإمكانية الاطلاع على مصادر إلكترونية متنوعة. إن كانت مدرسة الدراسات العربية بلا شك مركزاً بحثياً مرموقاً، فإن بيت تشابيث حيث تقع هو مكان للمتعة، مكان يقربنا للماضي الموريسكي للبيازين أثناء تجولنا في أفنيتها وحدائقها واكتشاف أننا نسير في أحد أجمل المواقع في غرناطة.